تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن شيت 3. وشيت 3 هنحل بعض المسائل في شيت 3، مش شيت 3 كله. المسائل اللي هنحلها في الفيديو ده اللي هو السؤال 1، 2، و3 والسؤال 5. الهدف من شيت 3، الهدف من شيت 3 ان احنا نعمل يعني اكسبيرينس، او ان احنا نعرف نحل مسائل على السيفنن سيركت والنورتون سيركت. في نهاية الشيت ده أو في نهاية الأسئلة دي المفروض تبقى عارف في الآخر تكريت أو تبيلد السيفنن سيركت والنورتون سيركت. إيه هي السيفنن سيركت والنورتون سيركت؟ في الجنرال كيس لما بيكون عندي سيركت ويز ميني ريزيستنسز أنا بقدر أجيب الإيكوفلنت سيركت، إيكوفلنت ريزيستنس. لو عندي سيركت فيها ريزيستنس كتيرة، فيها بارل وسيريز كونكتد مع بعض، بقدر في الاخر بجيب ار واحده بس بتريبريزنت كل المقاومات دي. دي اسمها الايكوفالنت ريزيستنس اللي هي الار توتال. لو عايز افهم السيفن سيركت والنورتون سيركت ممكن افهمها بنفس الطريقه، وان انا بيكون عندي سيركت فيها ميني كومبوننتس، فولتج سورس، كارنت سورس، مقاومات سيريز وبارلل مع بعض، حاجات كتير مع بعض. لو انا عايز اسمبليفاي السيركت بحيث ان انا يبقى عندي اونلي وان ريزيستنس واونلي وان فولتج سورس بريبريزنت كل الكومبوننتس دي، كده يبقى انا بجيب الايكوفالنت سيركت اللي بسميها السيفن نورتون سيركت. يبقى السيفن نورتون سيركت دي سمبل سيركت ايكوفالنت لكومبلكس سيركت. تمام، السيفن سيركت والنورتون سيركت في الاخر بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ يا اما بيكون الايكوفالنت سيركت كونسيست اوف اونلي وان ريزيستنس سيريز ويز ا فولتج سورس وبسمي دي السيفن سيركت، او بتتكون من اونلي وان ريزيستنس بارل ويز كارنت سورس ودي بسميها النورتون سيركت. يبقى السيفن نورتون سيركت دول تو سيركتس، مش سيركت واحده، سيركت اسمها سيفن وسيركت اسمها نورتون. فالسيركت اللي اسمها سيفن بتكون عباره عن فولتج سورس مع مقاومه سيريز، والنورتون سيركت دي عباره عن كارنت سورس مع مقاومه بارلل. في العادي لما بيجي يسأل بيسأل عن الاثنين، ما بيقولش هات السيفنن. في العادي ان هو بيقول هات السيفنن والنورتون. لو حصل وقال وسأل عن السيفنن بس يبقى هو عايز السيركت دي، لكن لو قال لي هات السيفنن نورتون يبقى عايز السيركت دي والسيركت دي، مش هينفع يجيب واحده بس. لو جبت واحده بس يبقى انا كده ايه، بنقص درجات. زي ما احنا شايفين السيفنن سيركت ممكن لو جبتها بجيب النورتون سيركت منها على طول، والعكس صحيح، لو جبت النورتون سيركت الاول بقدر اجيب من خلالها السيفنن سيركت. ازاي؟ انا دلوقتي عندي الفولتج سورس والمقاومه سيريز، لو دي 10 ودي 5 انا بجيب بكريت النورتون سيركت بالمنظر ده، ببدا احط قيمه المقاومه اللي هنا بتكون هي نفس قيمه المقاومه اللي موجوده في السيفنن سيركت، لو دي 10 فدي 10. طب الكرنت سورس، الكرنت سورس بيكون عبارة عن الفي على الاور، يعني 10 على 5 اديني 2. فطبعا انا بدي مثال، فقيمة الكرنت اللي هنا عبارة عن الفي على الاور، والعكس لو كنت جبت دي هنا فبطبق قانون اوم عشان اجيب الفولت. فتاني النورتون والسيفن سيركت دول سيمبل سيركت ايكوفلنت لكومبلكس سيركت، فيها مقاومات سيريز ومقاومات بارل وفولتج سورس وكرنت سورس. عايز اشيل كل الكومبوننتس دي كلها واجيب اونلي وان ريزيستنس واونلي وان فولتج سورس، او اونلي وان ريزيستنس واونلي وان كرنت سورس. تمام، وطبعا اتفقنا ان النورتون والسيفن دول تو سيركتس مش وان سيركت. في الجنرال انا ما ينفعش اجيب السيفن نورتون سيركت، يعني لما يجي يقول لي هات السيفن نورتون سيركت لازم يكون عندي تو ريفرنس بوينتس، الاي والبي، لازم اي وبي او اكس واي وات ايفر يعني، بس لازم يبقى عندي تو ريفرنس بوينت بجيب من عندها السيفن سيركت. في العادي الفولتج اوف السيفن سيركت بسميه في 7، والريزستنس اوف السيفن سيركت بسميه ار 7، والكرنت اوف النورتون سيركت بسميه اي ان. اوكي، عشان بقى كان اقول عايز اجيب الفي 7 والار 7 والاي نورتون، فيبقى احنا عارفين ان دي بتاعت ايه. عايز اجيب الفي 7 او الار 7 هعمل ايه؟ يعني ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها، او ايه البروسيجر اللي ممكن امشي عليها عشان في الاخر بجيب الفي 7؟ عشان اجيب الفي 7 بخلي الاي والبي اوبن سيركت. تمام، وبعد كده الفي 7 بتساوي الفي اي بي،
يعني لو انا عندي سيركت بالمنظر ده والفي اي بي هنا بالنسبه للسؤال ده كانت اوبن، لو كانت مقفوله انا هخليها اوبن. طيب ممكن مثال اوضح، يعني لو انا عندي السؤال ده، هو ايه اللي في السؤال؟ ان الاي والبي موجوده هنا. طيب هو انا عايز اجيب الفي 7، بشيل المقاومه ال 20 دي، بشيلها، فيبقى عندي الاي والبي اوبن سيركت، لازم السلك ده يكون مش موجود لو انا بجيب الفي 7، بينطوي طبعا السيركت دي. اوكي كده، فالاي والبي لو كانت جايه لي اوبن سيركت اوكي خلاص انا اصلا عايزها اوبن سيركت، لو كانت جايه لي سيركت وفيها سلك وات ايفر ايه اللي موجود فيها بخليه اوبن سيركت، لو كان فيها كرنت سورس بشيله، لو فيها فولتج سورس بشيله، لو فيها مقاومات بشيلها، لو فيها اي كومباينيشن ما بين مقاومات وفولتج سورس بشيله. اوكي، اهم حاجه عشان اجيب الفي 7 لازم الاول بي تبقى اوبن سيركت، وفي الاخر برسم السيركت الجديده اللي نتجت نتيجه ان انا خليت الاول بي اوبن سيركت. بعد كده الفي 7 بتساوي ايه؟ الاي بي، الفي اي بي يعني الفولتج عند التو بوينتس اللي هي الاي والبي. طبعا كل ده هيبان بامثله اكتر افضل. لو انا عايز اجيب الار 7 بخلي الاي والبي شورت سيركت، وبخلي اي فولتج سورس شورت سيركت، واي كرنت سورس بخليه اوبن سيركت. دي الثري ستيبس اللي بعملها عشان اجيب الار 7. لو عايز اجيب الاي نورتون بخلي الاي والبي شورت سيركت. تمام، الاي والبي شورت سيركت يعني شورت سيركت يعني لو في مقاومه بشيلها وبحط سلك او كابل يعني لاين ما بين الاي والبي، لو كان في كرنت سورس بشيله واحط سلك. شورت سيركت يعني سلك متوصل بين الاي والبي وما فيش اي كومبوننتس في النص. وطبعا دي كانت الاوبن سيرك. طبعا دي كده الستبس بتاع ان انا ازاي بجيب الفي 7 والار 7 والاي نورد. بالنسبه لشيت 3 ده كان السؤال الاولاني، مديني سيركت بالمنظر ده وبيقول لي عايز ال 7 نورتون ايكويفالنت سيركت، يعني عايز ال 7 والنورتون، فانا لازم اجيب الاثنين. وبيقول لي ان التو تيرمينالز عندي موجودين في النقطتين دول الاي والبي، فانا دلوقتي عايز اجيب الفي 7 والار 7. لو جبتها يبقى انا كده جبت ال 7 سيركت، لان ال 7 سيركت بتتكون من ار وفي. ممكن بعد ما اجيب الار وفي ابدا اجيب الكرنت اللي في النورتون سيركت، ويبقى انا كده جبت برضو النورتون سيركت. طيب عايزين نمشي الخطوات دي واحده واحده، عايز اجيب الفي 7 والار 7 والاي نورتون. تمام، اتفقنا ان الخطوات اللي بستخدمها عشان خاطر اجيب الفي 7 هو ان انا بخلي الاي والبي اوبن سيركت، وهي صدفه في المساله هنا جايه لي اوبن سيركت. فتمام، لو انا عندي سيركت بالمنظر ده هيبقى شكل السيركت بتاع الفي 7 بالمنظر ده بالنسبه للمثال ده، هتبقى هي لان اصلا الاي والبي كانت جايه لي اوبن سيركت في المساله. فانا هجيب الفي 7 بتساوي الفي اي بي بتساوي الفي اوبن سيركت، يعني لازم الاي والبي تبقى اوبن سيركت. تمام، طبعا بالنسبه للسيركت السيركت دي كان عندي هنا مقاومه، فبما ان انا هخلي ده اوبن سيركت فالمقاومه دي هتبقى الفولت فيها بزيرو لانها يعتبر كده خلاص متوصله باوبن سيركت، دي سيركت كده يعتبر كلوزد. الاي والبي هنا اوبن، فيبقى الفي اللي عند المقاومه دي بزيرو لان هي المقاومه دي متوصله باوبن سيركت. تمام، يبقى تاني اول حاجه بعملها بخلي السيركت عندي انبوت اهي، الانبوت سيركت اهي، بخلي الاي والبي اوبن سيركت وبشوف ايه اللي ممكن اتغير في السيركت، هلاقي ان المقاومه دي هتشال كانها مش موجوده لانها متوصله بالاوبن سيركت، فيبقى عندي السيركت دي، فيبقى الفي 7 هي الفي عند النقطتين دول. تمام، ولو لاحظنا هنلاقي ان النقطتين اي وبي هم اصلا بارلل مع المقاومه 30، فيبقى الفي اي الفي 7 بيساوي الفي اي بي بيساوي الفي عند المقاومه 30 لان هما الاثنين بارلل مع بعض. تمام، ممكن اجيب الفي عند المقاومه 30 ازاي؟ ممكن استخدم الفولتج ديفيجن، بان انا بقول ان الفولت عند المقاومه 30 بيساوي الفولتج سورس مضروب في
مضروب في المقاومة الأصلية على مجموعها، تمام؟ وفي الآخر ال V 30 هتساوي 60، وبالتالي إن ال V 7 هتساوي 30، أوكي؟ ده ال V 7. لو عايز أجيب ال R 7 ببص على الانبوت سيركت بتاعتي، ماليش دعوه بالسيركت اللي ظهرت عند الفي 7، انا ببص على الانبوت سيركت بتاعتي. بعمل ايه؟ بخلي الاي والبي شورت سيركت، وبخلي كل فولتج سورس يبقى شورت سيركت، وبخلي كارنت سورس يبقى اوبن سيركت. انا هنا ما عنديش كارنت سورس، فهعمل حاجتين اتنين بس، الاي والبي هخليها شورت سيركت، وشوف السيركت هيبقى شكلها عامل ازاي في الاخر، وبخلي الفولتج سورس يبقى شورت سيركت، يبقى هيبقى في كابل كده، والفولتج والسورس ده هيشيل، فهينتج لي السيركت دي. هخلي ده اوبن شورت سيركت، والسورس اللي هنا هيتشيل، اوكي؟ فدي السيركت اللي هتنتج لي نتيجه البروسيجر بتاع الار 7. فالار 7 بتساوي الار ايكوفلنت، يعني لو انا جبت الايكوفلنت بتاع السيركت دي، الار ايكوفلنت بتاع السيركت دي، يبقى انا كده جبت ار 7. بجيب الار ايكوفلنت ازاي؟ يعني ببص من هنا ولا ببص من هنا؟ انا ببص للاي والبي على ان هم السورس بتاعي، تمام؟ فلو لو الاي والبي هم السورس بتاعي، فهتلاقي ان ال10 وال30 دي هم البارلل مع بعض، والناتج بتاعهم سيريز مع دي. لكن لو انا بصيت من هنا، هلاقي ان 2 ونص دي هي بارلل مع دي، والناتج بتاعها سيريز مع دي، اوكي؟ فاللي هيحصل تاني، الجيفن السيركت الاولانيه، الجيفن السيركت الاولانيه، بعمل حاجتين، بخلي الاي والبي شورت سيركت، وبشيل الفولتج سورس بخليه شورت سيركت، تمام؟ بتنتج لي السيركت دي. عايز اجيب الار 7، فالار 7 بتساوي الار ايكوفلنت. الار ايكوفلنت هي الار ايكوفلنت بتاع السيركت دي، جيبن ان الاي والبي هي السورس بتاعي، يعني ببص ان السورس موجود هنا. فلو السورس موجود هنا، يبقى ال 10 وال 30 هما بارل مع بعض. بجيب ال 10 وال 30 بارل، والناتج بتاعهم بيكون هو سيريز مع ال 2 ونص. 10 بارل مع ال 30، والناتج سيريز مع ال 2 ونص، فالار 7 او الار ايكوفلنت هتبقى ب 10، وبالتالي الار 7 هيطلع ب 10. اوكي؟ فالار 7 ب 10 والفي 7 ب 60. وطبعا زي ما قلنا في الاول بتطبيق قانون اوم، الاي نورتون بتساوي الفي 7 على الار 7. اوكي؟ فالاي نورتون هتساوي 60 على 10 هتساوي 6 امبير. فانا دلوقتي لغايه دلوقتي انا جبت كل الفي 7 والار 7 والاي نورتون، بس ما رسمتش السيركتس. فانا عايزه ارسم السيفن سيركت والنورتون سيركت. فالسيفن سيركت هتبقى بالمنظر ده، فولتج سورس مقاومه سيريز، وهنا هتحط قيمه الار 7 اللي هي 10، وهنا هتحط قيمه الفي 7 اللي هي 60. وطبعا النورتون سيركت مقاومه بارلل مع كرنت سورس، والقيمه اللي هنا 10، وقيمه الكرنت هنا هتبقى 6. احنا جايبينها هنا 6، اوكي؟ فده كان مثال بسيط لازاي بطبق السيفن سيركت والنورتون سيركت. فتاني عشان اجيب السيفن والنورتون، بشوف الخطوات اللي بستخدمها عشان خاطر اجيب الفي 7 والار 7، تمام؟ الموضوع محتاج براكتس بس هو بسيط. كان بالنسبه للسؤال الاولاني كان قايل لي في الاول وات اف ان انا حطيت مقاومه ار ال في عند المقاومه عند التو اند بوينتس اللي هم الاي والبي. لو انا السيركت بتاعتي كان عندي الاي والبي وحطيت الار ال في وسطهم ما بينهم، الار ال هتبقى بكام؟ والماكسيمم باور اللي هتنتج في السيركت دي هتبقى بكام؟ فجنرالي الار لود او الار اللي هتحط ما بين الاي والبي هتبقى بتساوي نفس قيمة الار 7 اللي هي تساوي 10. والماكسيمم باور ده بيبقى له رول معينة بتقول ان الماكسيمم باور بتساوي الفي 7 سكوير على 4 او 4 ار سي ار 7، اوكي؟ فالماكسيمم باور بيساوي قيمة الفي 7 اللي هي 60 في 60 على 4 في 10. 60 اللي هي الفي 7 في 60 اللي هي الفي 7 تاني في 7 سكوير على 4 في الار 7 هيساوي 90. اوكي؟ ده كان بس السؤال الاولاني له ما كانش بس عايز الار 7، ما كانش عايز ال 7 سيركت بس، كان عايز وات اف ان انا حطيت الار لود في السيركت بعد ما خلصت. طيب بالنسبه للسؤال الثاني برضو عايز ال 7 نورتون سيركت، بس حاطط الاي والبي في مكانين مختلفين، قال لي ويز ريسبكت تو تيرمينالز
اوف 20 اوم ريزيستنس، يعني الاي والبي موجودين عند نهايه المقاومه، نهايتي المقاومه اي وبي، سوري المقاومه 30 20، فيبقى عند الاي والبي موجودين هنا. تمام، فلو الاي والبي موجودين هنا اجيب ال 7 سيركت ازاي؟ بمشي بنفس الخطاب بتاع الفي 7 والار 7 اللي احنا عملناه في السؤال اللي فات، ونشوف شكل السيركت تبقى عامله ازاي، والقيم دي هتطلع ازاي. طيب زي ما اتفقنا، واحده واحده، انا اول حاجه بعملها لو عايز اجيب الفي 7 بخلي الاي والبي اوبن سيركت، واوبن سيركت يعني بشيل المقاومه 20 فينتج لي السيركت دي. تمام، سيبني بس من السي والجراوند ده دلوقتي، بس ده شكل السيركت اللي هتنتج لي لو خليت الاي والبي اوبن سيركت. تمام، متفقين؟ الاي والبي اوبن سيركت شورت كان فيها مقاومه 20، هخلي الاي والبي اوبن سيركت فيبقى شكلها عامل كده. تمام، طيب انا عايز اجيب الفي 7، فالفي 7 بتساوي الفي اي بي. طيب انا مش عارفه الفي اي ولا عارفه الفي بي، فمحتاجه اجيب ال VA وال VB، وبعد كده هيبقى ال V7 بيساوي ال VA ماينس ال VB. ال V7 بيساوي ال V open circuit بيساوي ال VAB بيساوي ال VA ماينس ال VB. فانا محتاجه طريقه اجيب من خلال ال VA وبعد كده اجيب ال VB وبعد كده ال V7 هيساوي طرحه. اوكي، فانا هدور على الطريقه. الطريقه اللي انا دورت عليها لقيت ان انا ممكن استخدم النودل اناليسيس عشان اجيب ال VA ال VA وال VB. تمام، بالنسبه طبعا النود الاناليسيز ان انا بفضل ادور على نود بيحصل فيها كارنت ديفيجن، يعني بيحصل فيها توزيع للتيار، فبلاقي ان البوينت A دي يعتبر نود، والبوينت B دي يعتبر نود، حصل تفريع هنا، والبوينت C برضه حصل تفريع في الكارنت. اوكي، هيبقى عندي ثلاثه نودز هنا. بالنسبة للنود A، لو عايز اجيب النود الاناليسيز بتاعتها، فبشوف الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج، بيساوي مجموع الكرنت اللي خارج. فالكرنت اللي داخل كان سالب 40 ناقص في A على 12 اللي هو الفي على R، فالفي بتاعت السلك ده كان الفي ان ناقص الفي اوت على R. الفي ان كان سالب 40 والفي اوت بفي A على 12، فعندي سالب 40 ناقص في اي على 12 بيساوي 5 زائد في اي ناقص 5 سوري في اي على 25. تمام، طبعا ده جرام. النود الاولانيه سالب 40 ناقص في اي على 12 بيساوي 5 زائد في اي على 25. طب النود الثانيه، انا النود دي داخل لها كارنت من هنا وداخل لها كارنت من هنا، فده هيبقى الان بتاعها، والاوت بتاعها هيبقى السلك ده، كأن التيار بقى هنا خارج كده، فهيبقى عندي 5 زائد 7.5 بيساوي في بي ماينس في سي على ال 40. تمام، اللي داخل الكرنت اللي داخل للنقطة بي بيساوي الكرنت اللي خارج النقطة بي، فيبقى عندي 5 زائد 7.5 بتساوي الفي بي ماينس في سي على ال 40. طيب النود سي، طبعا اتفقنا التيار دخل النود سي كده صح؟ هو خارج من النود بي يبقى داخل النود سي. اوكي، لما يكون داخل النود سي هيبقى اتفرع لسبعة ونص، سوري اتفرع لسبعة ونص واتفرع لايه؟ للتيار في المقاومة دي. اوكي، يبقى عندي اللي داخل النود سي اسمه في بي ماينس في سي على 40 هيساوي سبعة ونص زائد في سي على 40. اوكي، يبقى في اي ماينس في سي على 40 هتساوي اللي داخل لها اللي خارج منها اللي هو الفي سي على 40 زائد 7.5. اوكي، بعد ما نحل الثلاث معادلات دي هنلاقي ان الفي اي بيساوي سالب 67 والفي بي ب 700 والفي سي ب 200. كده جبنا الفي اي والفي بي، يبقى الفي 7 بيساوي الفي اي ماينس الفي بي، هيطلع لي في الاخر سالب 767. اوكي، ده الفي 7. يبقى عشان اجيب الفي 7 خليت الاي والبي اوبن سيركت، فظهر لي السيركت دي،
في الاخر دورت على طريقة عشان اجيب الفي اي والفي بي. اوكي طيب، عشان اجيب الار 7، الار 7 اتفقنا ان انا بشتغل على الست الاصلية. بعمل ثلاث خطوات. اول حاجة بخلي الاي والبي شورت سيركت، وبخلي كل كرنت سورس اوبن سيركت، وبخلي كل فولتج سورس شورت سيركت. لو بصيت على الثلاث خطوات هلاقي ان دي السلك ده والسلك ده يبقى مفتوح اوبن، والسلك ده يبقى شورت، والسلك ده هيبقى شورت. تمام، السلك ده بقى شورت سيركت، وده بقى اوبن، وده بقى اوبن لانه كرنت، وده بقى شورت سيركت. فدي شكل السيركت اللي تنتج لي في الاخر بعد ما عملت البروسيجر بتاع الار 7. وطبعا اتفقنا عشان اجيب الار 7، الار 7 بيساوي الار ايكويفالنت جيفن ان الاي والبي هم السورس بتاعي، الاي والبي هي السورس بتاعي، كان الفولتج سورس موجود هنا، او الكرنت او السورس بتاع التيار او المصدر الاصلي موجود هنا. طيب جيفن ان انا عندي سيركت بالمنظر ده، الفي اي والفي بي والسورس هنا، مين هيبقى بارلل مع مين، مين هيبقى سيريز مع مين؟ نلاحظ ان ال 12 هتبقى بارلل مع ال 25، والناتج بتاعهم هيبقى سيريز مع ال 40 وسيريز مع ال 40. تمام، ده لو طبعا جبت في الاخر الاقي ان الار 7 والار ايكوفلنت تساوي 88 1 مع 10. ونفس الطريقه اجيب الاي نورتون، الاي نورتون هيطلع بسالب 8 او 9 من 10. نلاحظ هنا ان قيمه الفي 7 بالسالب وقيمه الكرنت بالسالب. فاللي هيختلف في ال 7 نورتون سيركت هرسمهم عادي، عندي المقاومه سيريز مع فولت سورس، والمقاومه بارل مع كرنت سورس، بس اختلاف اتجاه الفولت هيتغير. فهيبقى بدل البوزيتيف نيجاتيف هيبقى نيجاتيف بوزيتيف، وهيبقى 767. تمام، وهنا الكرنت هيبقى 8 و7. طبعا النيجاتيف دي هتشال، النيجاتيف دي مش المفروض انها تتحط، ان انا بدلتها او عملت لها ريبريزنتيشن بان انا بدلت اتجاه البطاريه، فده النيجاتيف ده هيشال. اوكي، تاني ال 7 نورتون سيركت لما الفولت بيبقى قيمته بالسالب ببدل اتجاه البطاريه بس، وبحط نفس القيمه عادي. وطبعا هنا كان اتجاه الكرنت في السيركت اللي في المثال الاولاني كان طالع، السهم طالع لفوق، هنا السهم يبقى طالع تحت لان القيمه بالنيجاتيف. بالنسبه للسؤال الثالث، مديني السيركت دي وبيقول لي طبعا هات النورتون من السيفن سيركت، ولو حطيت الار ال في الاخر هات لي الماكسيمم باور. تمام، انا عندي السيركت دي، فهبدا اجيب الفي 7 وامشي بالبروسيجر بتاعها، اشوف الخطوات او السيركت اللي هتنتج لو عملت الخطوات بتاع الفي 7 وكذلك الار 7. ايه اللي انا بعمله عشان اجيب الفي 7؟ بخلي الاي والبي اوبن سيركت، هم اصلا اوبن سيركت في المثال ده. تمام، هيبقى الفي 7 بيساوي الفي اوبن سيركت بيساوي الفي اي بي، مفيش مشاكل لغايه دلوقتي. طيب الفي اي بي الفولت الفي 7 بيساوي الفي اي بي، وهنلاحظ ان الكرنت سورس اللي هو 2 برل مع الفي مع الاي والبي، فيبقى الفي اللي هنا هو الفي اللي هنا، طبعا جيفن ان مفيش اي كومبوننت هنا. تمام، فال في 7 هيساوي الفي عند ال 2 امبير لان هما الاثنين بارل مع بعض. اوكي تمام، انا دلوقتي عايزه اجيب الفولت عند ال 2 امبير دي، ده عايز ادور على طريقه تجيب لي الفولت على 2 امبير، ولو جبته يبقى هو في الاخر الفي 7. اوكي طيب، برضو عايزين نتفق ان الفي عند ال 2 امبير هي الفي عند ال 40 اوم لان هما الاثنين بارل مع بعض، فلو دورت على طريقه اجيب منها الفي ال 40 يبقى انا جبت الفي عند ال 2 اوم، وبالتالي جبت الفي اي بي اللي هي الفي 7، فدور على طريقه اجيب الفي ال 40 لان هما كل دول بارل مع بعض. طيب ممكن استخدم نودل اناليسيس، اشوف الكرنت بيتجزأ عند النقطه سي دي وبيتفرع هنا عند ال 40 وبيتفرع عند الاي، خلاص، وبشوف الكرنت اللي داخل عند السي والخارج، فبقول العشرة
ناقص ال VC على العشرة بيساوي ال VC على الأربعين زائد اتنين، وببدأ أجيب قيمة ال VC. ال VC هتبقى هي هي ال V اللي عند الأربعين أوم، ال VC هتطلع بسالب تمانية، ال VC بسالب تمانية يبقى ال V عند الاتنين أمبير بسالب تمانية، يبقى ال VAB بسالب تمانية، يبقى ال VC بسالب تمانية. أوكي كده؟ يبقى ب ب ب بخلي الاي والبي اوبن سيركت، وبشوف ادور على طريقه تجيب لي الفي اي بي. الطريقه اللي استخدمتها هنا هي النودل اناليسيس. طيب عايز اجيب الار 7، الار 7 اتفقنا ان هي هي الار ايكوفلنت جيفن ان الخطوات اللي انا عملتها في الار 7. ايه اللي بيحصل؟ انا عندي طبعا ببص على السيركت الاصليه، ما ببصش على السيركت اللي نتجت من البي 7، ببص على السيركت اللي ظهرت لي من الاصليه، سوري ببص على السيركت الاصليه. بعمل ثلاث حاجات، بخلي الاي والبي شورت سيركت، بخلي الكرنت سورس اوبن سيركت، بخلي فولت سورس شورت سيركت. شوف السيركت هتنتج لي عامله ازاي، ايه الفولت كان هنا فخليت شورت سيركت، الكرنت كان هنا فخليت اوبن سيركت، الاي والبي كانت اوبن خليتها شورت. دول الثلاث ستيبس، في الاخر نتجت لي السيركت دي. وطبعا عشان اجيب الار ايكوفالنت ببص للسيركت ان السورس موجود عند الاي والبي. لو السورس موجود عند الاي والبي هتبقى ال 10 ولا 40 بارل، والناتج بتاعهم سيريز مع الاربعه. اوكي؟ فده الار 7 هتطلع في الاخر بيساوي 12. لو طبقت قانون اوم هجيب الاي نورد ويطلع بسالب 6 من 10. وطبعا في المثال ده برضو الاي نورتون والفي 7 هيطلعوا بالنيجاتيف، وبالتالي لما اجي ارسم ال 7 سيركت والنورتون سيركت هيطلعوا يعني الاتجاه السهم او اتجاه الفولت مختلف. هنا اهو هيطلع ب 8، كنت قلت في المثال اللي فات السالب هتمشي، مش المفروض ان انا اكتب، انا عندي بغير بس اتجاه الفولت فبدي 8، وهنا بغير بس اتجاه التيار هتبقى ايه؟ مش هينفع احط السالب 0.6، هيبقى 0.6 والاتجاه السهم هو اللي هيتغير. اوكي؟ فهي اكوفلنت، هي 7 سيركت عاديه مفيش اي اختلاف، الاختلاف بس ان لو الفولت كان بالنيجاتيف لما حسبت طلع بالنيجاتيف بغير اتجاه البطاريه، ولو وطبعا بالتالي اصلا الكرنت هيطلع بالنيجاتيف فهيبقى الاتجاه السهم بتاع النورتون سيركت هيتغير. كان في جزء في السؤال ده في الاخر بيقول لي لو انا عندي السيركت الاصليه حطيت في نهايه الاي والبي ار لود قيمتها هي هتبقى كام، والماكسيمم باور اللي هتنتج في السيركت دي كلها هتبقى كام. فالار لود او الار اللي هتحط ما بين الاي والبي هتبقى قيمتها هي هي الار 7 هنساوي 12، والماكسيمم باور الماكسيمم باور بتساوي ال V7 سكوير على ال 4 R7، يبقى هتساوي سالب 8 بسالب 8 على ال 4 في 12 هتساوي 1.3 وات. اوكي؟ دي قيمة الماكسيمم باور. بالنسبة للسؤال الخامس مديني سيركت بالمنظر ده وبيقول لي هات لي ال V7 7 سيركت ونورتون سيركت. هو هنا عايز الار 7، ممكن يكون وانا ماشيه مش هعرف اجيب، يعني ممكن ما يبقاش عايز، عايز في الاخر ال ما ارسمش ال، يعني انا مش مضطر ارسم ال 7 سيركت لان هو اصلا مش طالب ال مش طالب في السؤال ال 7 سيركت، هو طالب الار 7 فانا محتاج اجيبها بس مش لازم ارسم في الاخر ال 7 سيركت. بعمل ايه؟ بعمل ايه بالنسبة للسؤال ده؟ المشكلة كلها مش ان انا لو عندي هو عايز ار 7 اطبق الستبس بتاع الار 7 على طول. الفكرة او التريك في السؤال ده ان السؤال ده فيه ديبندنت سورس، ولما بيكون فيه ديبندنت سورس نلاحظ ان الخطوات
اللي انا عملتها في كل الامثله اللي فاتت، كنت بجيب الفي 7 ار 7 وبعد كده بجيب الاي نورتون. لكن لما بيكون عندي ديبندنت سورس بجيب الار 7 في الاخر، بجيب الفي 7 اي نورتون وبعد كده بجيب الار 7. ما بينفعش اجيب الار 7 لو انا عندي ديبندنت سورس، ما ينفعش اجيبها هي الاول قبل الاي نورتون. تمام. فتاني كان في الاول بيبقى عندي الفي 7 سوري، لما بكون عندي اي سيركت عاديه بجيب الفي 7 ار 7 والاي نورتون بجيبها من الفي 7 على الار 7. لما بيكون عندي ده كان سبيشال كيس لكل المسائل، في حاله خاصه بتيجي في المسائل لما بيجي لي ديبندنت سورس مش بعرف اجيب الفي 7 والار 7 والاي نورتون بنفس الترتيب ده، بجيب الفي 7 الاول وبعد كده بجيب الاي نورتون الاول وبعد كده بستخدم قانون اوم عشان اجيب الار 7 من الفي 7 والاي نورتون. تمام. فطبعا بالنسبه للسؤال ده احنا عايزين نجيب الفي 7 الاول وبعد كده نجيب الاي نورتون وبعد كده نجيب الار 7. فهنمشي بالخطوات العادية. الاختلاف بس لما باجي اجيب الاي نورتون، وطبعا ده كنا قلنا عليه في الاول. لو هنعرف نرجع ان الخطوات اللي بستخدمها عشان اجيب الفي 7 هي دي، والخطوات اللي بستخدمها عشان اجيب الاي نورتون هو ان انا بخلي الاي والبي شورت سيركت. فلما يجي عليا الدور ان انا اجيب الاي نورتون، لو مش هجيبها بقانون اوم وهجيبها جيفن السيركت، بخلي الاي والبي شورت سيركت واشوف المساله في الاخر شكلها عامل ازاي. تمام. دلوقتي انا السيركت عندي اهي، عايزه اجيب الفي 7، فبخلي الاي والبي اوبن سيركت، وهي اصلا اوبن سيركت. تمام، مش مشكله. خلاص يبقى دي السيركت اللي نتجت لي، السيركت اللي نتجت عندي لو انا عايز اجيب الفي 7. اوكي. الفي 7 بيساوي الفي اوبن سيركت بيساوي الفي اي بي، وطبعا هيساوي الفي اللي هي 2 اي اي، لان دي لان الفولت ده بارلل مع ده، فيبقى الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا، والفولت اللي هنا باسمه 2 اي اي. تمام. يبقى الفي 7 بيساوي 2 اي اي، فانا محتاج ادور على طريقه عشان اجيب ال 2 اي اي، وبالتالي هتبقى هي الفي 7. ممكن استخدم في المثال ده الكي في ال، لو طبقت الكي في ال بان انا بعمل سمشن لكل الفولتجز اللي موجوده في اللوب دي، ممكن اجيب الانون فاريبل اللي اسمه اي اي، وبالتالي يبقى انا كده جبت الفي 7 لان هي 2 في اي اي. عايزين نطبق ال كي في ال. كي في ال هنا هتبقى ايه بقى؟ طبعا انا بأسيوم current direction ماشي في السيركت، وفي الاخر بعمل submission given ان الستة هتضرب في current اللي ماشي في السيركت دي اللي انا عملت له assumption. فاتجاه التيار ماشي في السيركت كده، هو اصلا كده. لو انا عملت assumption كده عكست عادي، بس اخد في دماغي الاشاره. فانا عندي هنا لو انا عملت اسامشن اتجاه التيار ماشي كده، هيبقى ايه البولت اللي هنا اسمه ايه؟ هيبقى سالب 12. ماشي، ممكن نمشي بنفس الاتجاه، ممكن نمشي بنفس الاتجاه. هيبقى عندي لو انا بالكي في ال تاني، انا عايز اجيب الفي 7، فالفي 7 بتساوي الفي اي بي بتساوي ال 2 اي اي. انا عايز ادور على طريقه عشان اجيب ال 2 اي اي، فهستخدم الكي في ال. الكي في ال انت بتاسيوم كارنت دايركشن بتمشي في اللوب، فلو انت عندك كارنت دايركشن عايز تمشي معاه تمشي معاه عادي، عايز تمشي عكسه وتمشي عكسه عادي، بس تعمل حسابك في الاشاره. فخلينا نمشي مع اتجاه التيار عادي، اتجاه التيار اللي ماشي في السيركت دي ماشي كده. انا مش عارفه دي كده مع عقارب الساعه ولا ايه، بس هو ماشي بالاتجاه ده. تمام. فانا همشي كده. فهيبقى ايه؟ هيبقى عندي سالب 2 اي اي زائد 6 اي اي زائد 12 بيساوي صفر. سالب 2 اي اي زائد 6 اي اي زائد 12 بيساوي صفر. ده السمشن بتاع فولتجز جيفن التيار ماشي في الاتجاه ده. تمام. طيب طبعا دي معادله واحده في متغير واحد، اعرف اجيب الاي اي الاي يطلع بسالب 3.
وبالتالي فإن الفي 7 هيطلع ب2 في سالب 3 لأن هي بتساوي 2 اي اي، بيطلع بسالب 6، ده الفي 7. اوكي، عايز اجيب الاي نورتون، فبخلي الاي والبي شورت سيركت، الاي والبي تبقى شورت سيركت، وفي الاخر الاي نورتون بتساوي الاي اللي ماشيه فيه الاي بي، يبقى سيت الاي بي تو بي شورت سيركت، والاي نورتون بتساوي الاي اي، والاي هتساوي الاي هتساوي شورت سيركت، والاي الاي ان هتساوي الاي اي بي. فانا بحاول ادور على طريقه عشان اجيب الاي اللي ماشي هنا وفي الاخر يبقى هو وائل اي نورتون. اوكي، فطبعا دي هي نفس السيركت دي، ما فيش اي مشاكل، انا بس رسمت السيركت الثانيه عشان خاطر ابين اتجاه التيار. فهنلاحظ ان في السيركت دي عندي مش واحد وهنا عندي مش اتنين. المش الاولانيه اتجاه التيار اللي فيها اسمه اي واحد، والتيار اللي فيها اسمه اي اتنين. اوكي، وانا ودي الاي ودي البي ودي الاي نورد، ولو ركزنا هنلاقي ان الاي 2 هي الاي نورد، الاي 2 لو انا جبتها هي الاي اللي ماشيه هنا، هي الاي نورد. اوكي، فانا بستخدم المش عشان اجيب قيمه الاي 2. طيب واحده واحده كده، لو عايزه المش الاولاني عندي سالب 12 سالب 12 زائد 6 اي اي زائد 2 اي اي بيساوي صفر. يعني اتجاه التيار ماشي في، انا عامله اسامبشن اتجاه التيار ماشي في السيركت دي بالطريقه دي، ماشي كده، يبقى عندي سالب 12 زائد سالب 12 زائد 6 اي 1 زائد 2 اي اي، اوكي بيساوي صفر. دي معادله في متغيرين، محتاجه اخليها في متغير واحد. هلاحظ ان الاي اي هو سالب اي واحد، انا ماشيه كده، يبقى الاي واحد ماشي كده، سوري الاي اي ماشي كده والاي واحد ماشي كده، فالاثنين عكس الاتجاه، فالاي اي هو التيار اللي ماشي في الدايره، وانا عامله اسامبشن ان الاي واحد هو اللي ماشي في الدايره، فهما الاثنين نفس الكرنت لان هو تيار واحد ماشي من اللي ماشي في المش دي، بس هما عكس الاتجاه، يبقى الاي اي بيساوي سالب اي واحد. اوكي، فعدل المعادله بتبقى سالب 12 زائد 6 اي واحد زائد 2 في اي واحد، سوري ناقص زائد 2 اي واحد بيساوي صفر، دي زائد، هي نفس المعادله دي بالظبط، وهتنزل تاني بس هخلي الاي تبقى اي واحد. اوكي، هينتج لي ان الاي واحد اي اي هيطلع بسالب 3، وبالتالي فان الاي واحد هيطلع ب3. في المش الثانيه عملت اسامبشن اتجاه اتجاه الكرنت ماشي في الاتجاه ده، تمام، فيبقى عندي سالب 2 اي اي زائد 3 سالب 2 اي اي ده البولت، سوري ده البولت اللي موجود هنا سالب 2 اي اي في 3 اي 2. المش دي بجمع كل الفولتجز اللي موجوده فيها، فالفولت اللي هنا بالنسبه لاتجاه التيار ده سالب 2 اي اي زائد 3 اي 2، تمام، سالب 2 اي اي زائد 3 اي 2 هيساوي صفر. طبعا انا عندي اي اي بسالب 3 فعوض الدين اي 2 بتطلع بسالب 2. اوكي، طبعا احتفظنا في الاول ان الاي نورتون هي هياها الاي 2، والاي 2 بسالب 2 يبقى الاي نورتون ب2. يبقى لغايه دلوقتي انا جبت عايز اجيب الاي نورتون، خليت الاي والبي شورت سيركت، ودورت على طريقه اجيب من خلالها الاي اللي ماشي في الاي بي. الاي نورتون بيساوي الاي اي بي، الاي نورتون بيساوي الاي اي بي، ودور على طريقه اجيب من خلالها الاي اي بي، فلقيت ان انا ممكن اجيب المش. ولو عملت المش، لو طبقت المش، هلاقي ان الاي 2 اللي انا بعمل لها اسامبشن هنا ماشي في المش دي هي هياها الاي نورتون او الاي اي بي، فانا لو جبت اي 2 يبقى انا جبت الاي نورتون، فالاي 2 بسالب 2.
وطبعا لو استخدمت قانون اوم هجيب الار 7 بالطريقه دي. طبعا ما جبتش الار 7 بالطريقه اللي احنا متعودين عليها، لان انا عندي ديبندنت سورس في المساله دي، فالار 7 هتساوي البي 7 على اي نورتون هيطلع بايه؟ ب 3. هو بس عايز الار 7، الار 7 ب 3، ما طلبش ال 7 سيركت ونورتون سيركت، بس لو طلبها هتبقى هي بالمنظر ده. تمام، ده بالنسبه لشيت 3 والاسئله اللي كان مطلوب ان احنا نتعرف عليها او ان احنا نبراكتس ونعرف نحلها. وكان الهدف من الشيت ده ان انا احل اسئله عن ال 7 ونورتون سيركت واعرف احل عليها. وطبعا زي ما شفنا هنلاقي ان الشيت فيه برضو مسائل عن النودل والمش والكيف ال، فهو كان براكتس على حاجات كتير. تمام، شكرا.